في تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة على أن مملكة البحرين تسير وفق مبدأين اثنين في توزيع اللقاحات على المواطنين والمقيمين على حد سواء، وأن أكثر من 80% من كبار السن قد تلقوا اللقاح بشكل سلس دون صعوبات تذكر. احنا عندنا مبدأين أساسيين في مملكة البحرين اللي هي إتاحة الحصول على اللقاح للجميع، وهذا جدا مهم، وسهولة الحصول والوصول إلى هذا اللقاح من خلال وضعها في مراكز مختلفة لتسهيل وصولها للمواطنين، بالإضافة إلى ركزنا على أولويات كبار السن، والحمد لله إحنا يمكن في فئة الكبار السن تجاوزنا يمكن تقريبا 80% من حصل على اللقاحات، فوصول أيضا اللقاح إلى كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المراكز، قدمنا الخدمة المنزلية من خلال فريق أن يذهب إلى بيوت الكبار السن وتقديم اللقاح. وأيضا الحمد لله ركزنا أيضا على العاملين الصحيين اللي كان هناك إقبال ونسبة كبيرة منهم من أخذ اللقاحات، والأيام القادمة راح يكون هناك يعني أعداد كبيرة وبيأخذ كل هذه اللقاحات. طبعا توزيعها على هالمراكز اللي هي قريبة من المناطق السكنية للمواطنين والمقيمين هاي يسهل الوصول إلى هذا اللقاح.